بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of the General Secondary Certificate, welcome back to your program مدرسة على الهواء Chemistry Sessions. إن شاء الله we'll start today Model 3 come from the Ministry of Education about the chemistry. Actually these models were very rich in questions, in very good questions. For example, let's start with the first question here. Look with me with the first question. The first question said that choose to answer A or B. واحنا قلنا قبل كده انك انت to choose to answer A or B لازم تختار يا A يا B. ليه؟ عشان التايمينج، الامتحان محطوط بوقت معين، ما تحاولش تفكر انك تحل الاثنين، just one A or B. بس انا هنا معاك في البروجرام هحل معاك A and B عشان اوريك how to answer the questions، لكن انت تجاوب يا A يا B. Write down the scientific concept that is expressed by the change of concentration of reactants or products per unit time. ده تعريف مين؟ change the concentration of reactants or products per unit time. ده تعريف rate of chemical reaction. Number B. The product of concentration of ions for any sparingly soluble ionic compound raised to the power of the number of moles of ions that exist in equilibrium with its saturated solution. ده تعريف solubility product أو KSP. طيب, this is the first question. Let's transfer to the next question. برضو, choose to answer A or B. بيقول لي A or B. Show by equation one of the two of the following reactions. The reaction of magnetite with concentrated sulfuric acid. تعالوا نشوف مع بعض الماجنتايت مع الconcentrated sulfuric acid. الماجنتايت هي الماجنتايت اللي هي Fe3O4. This is magnetite. هنعمل له reaction مع السلفوريك acid. هو قال concentrated ونسخن. طالما concentrated يبقى السلفوريك اسيد ليكويد. هناخد الايكويشن دي. تخلي بالك ان الماجنتايت هو عبارة عن mixture of two oxides FeO و Fe2O3. لما نفعلهم مع سلفوريك اسيد هيديني FeSO4 iron 2 sulfate aqueous، هيديني iron 3 sulfate aqueous plus water. طب انا عايزاك بقى نركز في البالانس. انا دلوقتي معايا Fe3O4، ادي التلاتة Fe اهم، ادي واحدة وادي الاتنين. فاضل عندي الووتر والسلفوريك اسيد، او يعني السلفوريك اسيد والاكسجين. انا دلوقتي لو خدت أربعة من السلفوريك أسيد عندي فعلا واحدة سلفيت وتلاتة سلفيت، يبقى كده أربعة، ما فضليش غير ال H2O. طيب أنا عندي كده أربعة H2O وفعلا بقت عندي الإكويجن بتاعتي أهي. يبقى تخلي بالك أنت ممكن مش محتاج تحفظ، أنت محتاج تبقى فاهم الميكانيزم بتاع الرياكشن بتاعك. ده بيتفاعل مرة على إنه أيرن 2 مرة على إنه أيرن 3. الايرن 2 بيدي ايرن 2 سولت، والايرن 3 بيدي ايرن 3 سولت. وزي اي رياكشن ما بين بيز واسيد بيدي سولت ووتر، فطلع لي الووتر. يبقى الايكويجن الاولانيه اتعملت اللي هو الطلب نمبر A. الطلب الثاني بيقول heating of iron 2 sulfate. heating of iron 2 sulfate. الايرن 2 سلفيت لما نيجي نعمل لها هيتنج، بص معايا كده اهي، ادي الايرن 2 سلفيت خلاص هنعمل لها هيتنج، هتديني ايرن 3 اوكسايد بلس SO2 جاس بلس SO3 جاس. يبقى انا عرفت ان الهيتنج اوف ايرن 2 سلفيت بيطلع 2 جاسز والايرن 3 اوكسايد. خلي بالك ده اوكسيديشن، لان الايرن 2 بيتحول الى ايرن 3.
فيبقى بالنسبة لنا ده حولت عملية اوكسيديشن، حولت من ايرن 2 لايرن 3. طيب كده الايكويجن نمبر 2 بالنسبة، او نمبر بي في السؤال. بالنسبة لنمبر 3 بيقول choose to answer A or B برضو. Using the reagent of the group show by equations how to detect one of the following ions. البرومايد ion والسلفيت ion. تعالوا نشوف ازاي نعمل detection بالجروب reagent. خلي بالك ان البرومايد ده موجود في جروب 2. الجروب reagent بتاعي السلفوريك اسيد. يعني انا لو خدت صوديوم برومايد، انا عندي السؤال التالت نمبر A. لو انا خدت صوديوم برومايد وعملت له رياكشن مع هوت كونج سلفوريك اسيد، which is الهوت كونج سلفوريك اسيد which is the group reagent. كونج وهوت سلفوريك اسيد، ده السوليد وده السلفوريك اسيد. هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي صوديوم سلفيت، يبقى انا كده محتاجة 2 من الصوديوم، وهيطلع لي 2HBr جاز، هيدروجين بروميد جاز. سوري. الهيدروجين بروميد جاز ده في الاكسس من السلفوريك اسيد بيجرى له ايه؟ يعني لو انا خدت HBr مع سلفوريك اسيد في الاكسس منه هيديني ايه؟ هيديني ووتر، هيديني SO2 جاز، هيديني برومين فيبرز. البرومين فيبرز اصلا لونها ايه؟ البرومين فيبرز لونها ريدش براون فيبرز. طب الريدش براون فيبرز دي لما نعرضها البيبر with ستارتش، واحنا عارفين ان الستارتش لونه وايت، هتحول للون اليلو. فانا ممكن اقول ان الريد برومين فيبرز دي او اورنج فيبرز هتتحول مع الستارتش للون اليلو. يبقى دي اورنج فيبرز، دخان برتقاني. الدخان البرتقاني ده مع الستارتش هيتحول للون اليلو. طيب انا كده عملت ديتكشن للبرومايد بالجروب ريجنت. خلي بالك هو قاصد بالجروب ريجنت، يعني انت اي ديتكشن هتعمله حتى لو بالسيلفر نايتريت اللي هي الكونفيرماتوري تيست هيبقى اجابه مش مظبوطه، رغم انه هيطلع لون وكل حاجه، بس هو قايل لك انه عايز بالجروب ريجنت. بالجروب ريجنت يعني جروب اللي احنا بنتكلم عليها جروب 2 الريجنت بتاعها هوت كونج سلفوريك اسيد. طيب نمبر بي بيقول الديتكشن اوف سلفيت اين. السؤال 3 بي بيتكلم عن الديتكشن اوف سلفيت. احنا عارفين ان السلفيت اناين موجود في الجروب 3، الجروب ريجنت الباريوم كلورايد اللي بيعمل مع السولت اوف ذا سلفيت بريسيبيتيت كان بي ديتكتد ايزي. بمعنى لو انا خدت صوديوم سلفيت اكويس مع باريوم كلورايد اكويس، هناخد مينز واكستريمز، هيديني باريوم سلفيت which is white precipitate insoluble in dilute acids plus sodium chloride aqueous. يبقى احنا كده عرفنا detection of sulfate anion وعرفنا الديتكشن بيحصل ازاي بتاعه بالجروب ريجنت، بمعنى ان ده وايت، هكتب على ده وايت بريسيبيتيت انسولابل ان دايليوت اسيدز، ما بيدوبش في الدايليوت اسيد. طيب بالنسبه لنا انا كده عملت ديتكشن للسلفيت زي ما هو طلب بالجروب ريجنت. طب ذا نيكست كويستشن 4 بيقول ستيت وان يوز اوف ايثايلين جلايكول. كلنا عارفين الإيثايلين جلايكول، هفكركم بالرمز بتاعه. الإيثايلين جلايكول عبارة عن CH2. This is the إيثايلين جلايكول، هو ده الإيثايلين جلايكول. الإيثايلين جلايكول بيستخدم as anti-freezing substance
ان كار راديتر. احنا عارفين ان رادياتير العربيه وظيفته كولينج اوف ذا موتور، عمليه تبريد الموتور. هو عباره عن تانك ميه طالع منه مواسير بتمشي فيها الميه تعمل تبريد للموتور، هي محوطه على الموتور. طب تانك الميه ده عشان الميه تطلع منه لازم هي اصلا تكون ليكويد. طب في الكول الفيري كولد كانتريز لما بيحصل ان درجه الحراره بتنخفض لتحت الصفر الميه بتتجمد. طب هاو ات كمز، انها come out of the tank، مش هتعرف تخرج من التانك. عشان كده بنحط مادة الإيثايلين جلايكول اللي هي form with water hydrogen bond preventing ice crystals formation، بتمنع تجون الهيكساجون shape of the ice crystals. وبالتالي الإيثايلين جلايكول is an anti-freezing substance، منع للتجمد. هي مش بتسيح، هي بتمنع الليكويد انه يبقى ايس. يعني لو هو خلاص بقى ايس وجيت حطيتها هي مش هتعمل حاجة، هي من الاول بتمنع انه يبقى ايس. طيب السؤال اللي بعده سؤال حلو قوي، سؤال تشوز، عايز حد يكون متابع منهجنا كويس جدا ومذاكر من كتاب المدرسه. بيقول the chemical name of the compound TNT is، احنا في السؤال الخامس اهو، chemical name of the compound TNT. خلي بالك من الـ choices اللي قصادك. بيقول تراي ميثايل نيتروبنزين 246 تراي نيترو تولوين 1 ميثايل 246 تراي نيترو بنزين تراي نيترو تولوين. طب احنا نرسمه الاول وبعدين نشوف الاجابه بتاعته اللي هتناسب الرسمه. انا بتكلم على التي ان تي، السؤال رقم 5 بيكلمني على التي ان تي. انا هرسم شكل التي ان تي، هو عباره عن الاول تولوين وبعدين في الاوضاع اورثو بارا في نيترو جروب، واحنا عارفين انه لما بيبقى مور ذان 1 جروب ما بقدرش استخدم طريقه الاورثو والبارا في النومن كليتشر. طب الكومباوند اللي قصادي ده اسميه ايه؟ التعديل الجديد في كتاب الوزاره السنه دي انه تراي نيترو تولوين. عشان كده هو السؤال حلو في ايه؟ انه جايب لك الاختيارين من الكتاب القديم والجديد، كاتب 246 وتراي نيترو تولوين. انا بختار الاجابه رقم دي اللي هي تراي نيترو تولوين، لان هي دي الاجابه اللي ماتشنج اور بوك سكول بوك فور ذيس يير. فنخلي بالنا كويس جدا من اسئله كتاب، من المذاكره من كتاب المدرسه، لان التعديلات اللي بتتم في كتاب المدرسه لازم نكون ابديتنج ليها عشان نضمن ان احنا نجاوب صح وناخد الفول مارك. فتاكد بان الفيرجن بتاعت كتابك، نسخه كتابك، نسخة حديثة، أو على الأقل لو قديمة فيها التعديلات تتأكد من الموضوع ده، لازم التعديلات مهمة جدا. Next question، ده سؤال كان جه في امتحانات سنين سابقة، الحقيقة فكرة السؤال رائعة جدا. بص معايا كده، بيقول The following are the electric potentials of some electrodes. هو قال electric potentials، ما قالش oxidation ولا reduction. طب أنا همسك واحد واحد منهم واشوف ده اوكسيديشن ولا ريدكشن. لما هو يقول لي زنك بوزيتيف 2 بقى زنك 0، دي عمليه ريدكشن. يبقى الرقم اللي مكتوب جنبها اتس ريدكشن بوتنشال بنيجاتيف 0.762 فولت. طيب لما يكتب لي الثاني ام جي 2 بوزيتيف بقى ام جي 0، برضو اتس ريدكشن. يبقى الريدكشن بوتنشال ب 2.375 فولت. لما يكتب لي 2Cl negative 1 بقى كلورين 0، يعني الرقم زاد. So this is oxidation. يبقى اللي قدامي ده it's an oxidation potential. negative 1.36 فولت. لما يكتب لي K plus 1 بقت K 0. This is reduction. يبقى الرقم اللي جنبها its reduction potential بنيجاتيف 2.924 فولت. طيب write the diagram of electric cell that contains two of these electrodes and produce the highest EMF. هو عايز ال highest EMF. الحق عشان اقرر لازم كله يبقى نفس النوع، يا كله ريدكشن يا كله اوكسيديشن. فانا مضطره بما ان الوحيده المختلفه الكلورين، هو مش اضطرار ولا حاجه، هقلب بس الكلورين. يعني الريدكشن بوتنشال بتاعي بيساوي بوزيتيف 1.36 فولت، نفس الرقم بس باوبوزيت ساين. طيب
نبص كده، عايزين نشوف اصغر واكبر رقمين عشان اجيب الهاي سي ام اف. اصغر بوتنشال عندي، اصغر ريدكشن بوتنشال اهو، this is the smallest reduction potential. طب عايزة أكبر reduction potential أهو، this is the highest reduction potential. يبقى أنا خدت أكبر وأصغر رقمين، this is the highest reduction potential. بالنسبة له هما دول أكبر وأصغر رقم، فهيجيبوا لي أكبر اي ام اف. يبقى أنا عشان أحسب الـ EMF بتاعة السال دي في الفيرست اللي هو طالبه، يبقى الـ EMF هتساوي الـ reduction potential of cathode minus الـ reduction potential of anode. بالنسبة لي الـ highest reduction potential representing cathode والـ smallest reduction potential هيبقى بالنسبة لي الانود. يبقى انا بقى عندي انود وده الكاثود، ما انا لازم اعرف مين الانود ومين الكاثود. فانا هعمل 2.375 minus negative 2.924. يبقى لما اعمل دول على الكالكليتر هيطلع لي الاي ام اف بتاعت الاثنين، اللي هي هتطلع كأن، خلي بالك من نيجاتيف نيجاتيف يعني بلس، فتطلع الاجابة 9 وهنا 5.299 فولت. دي الاي ام اف بتاعتي بتاعت اكبر سيل اقدر اجيبها. خلاص. طيب بالنسبه لي خلي بالك انا عرفت ان ده الانود وده الكاثود. طب انا عايز اكتب السيل دايجرام بتاع السيل دي. خلي بالك انا مستعمله ده انود، يعني لازم اقلبه اوكسيديشن، فلازم اقلب اوكسيديشن يعني الكي 0 بقت كي بوزيتيف 1 دبل سلاش الام جي 2 بوزيتيف سلاش ام جي 0. في هنا حاجه لازم عدد الالكترونز اللي حصل لها لوز قد اللي حصل لها جين، يبقى انا مضطر احط هنا 2 وهنا 2 عشان اظبط. يبقى هنا لوزنج او هنا جيننج 2 الكترونز وهنا لوزنج 2 الكترونز. يبقى ده السيل سيمبل بتاعي اهو، ده السيل سيمبل بتاعي 2K سلاش 2K بوزيتيف 1 دبل سلاش MG 2 بوزيتيف سلاش MG. طيب الطلب الثاني انه كان كالكوليت الـ EMF واحنا we did it and then determine the current direction. الـ current direction هيبقى from potassium to magnesium او from anode to cathode. يبقى الـ current direction from، دايما الكرنت from anode to cathode either galvanic or electrolytic cell. خلي بالكو. يبقى انا كده جاوبت له كل فقرات الطلب اللي عندي، بس اركز في ده oxidation ولا reduction لان ده مهم جدا. خلي بالكو من الموضوع ده قوي. طيب بالنسبة لنا ال next question بيقول ايه، وقلت لك ركز شوية في السؤال. هو طالب A or B ولا A بس، يعني ده او ده، يبقى لازم اعمل يا ده يا ده، ما اقدرش ان انا اعمل الاثنين. اوكي. طيب نيجي نعمل مع بعض كده اهي، نشوف مع بعض. السؤال بيقول X and Y are two salts of different radicals. Each of them gives CO2 gas on the reacting with diluted hydrochloric acid. اهي بص كده معايا، اهي X and Y are two salts of different radicals. Each of them gives the CO2 on reacting with dilute acid. بشويش بقى كده، X Y مع الأسيد بيطلعوا CO2. مين اللي بيعمل الحكاية دي؟ يا الكربونات يا البايكربونات. يبقى أنا كده عندي X ده salt وY ده salt، بيقولوا ان الاثنين لو عملت لهم رياكشن مع دايليوت اسيد بيطلع سي او 2 جاز هنا وهنا. ما بيعملش الحركه دي غير انه يا كربونيت يا باي كربونيت، هو دول الاحتمالات اللي قصادي، ما عنديش غير الاحتمالين دول.
هما دول اللي بيعملوا ايفرفيسنس ويطلعوا سي او 2 جاز. يبقى انا عرفت ان هي دي السولتس بتاعتي اللي هي بتعمل الموضوع ده. طيب خلاص. Name the two radicals. How can you distinguish practically between them? طب هو بيقول انهم different، يبقى هو كونه انه قال ان هما different يبقى شور ان واحد كربونات والتاني بايكربونات. خلاص يبقى انا عرفت ان اكس او واي واحد كربونات يبقى التاني بايكربونات، لان هو كاتب في السؤال they are two different radicals، يعني يا واحد كربونات هيبقى التاني بايكربونات. السؤال بقى how can you distinguish between them، ازاي افرق بينهم؟ دلوقتي عايزين بقى نركز في الموضوع ده شويه كده مع بعض عشان يبقى في شويه رولز في دماغنا قبل ما نجاوب السؤال ده. ايه الرولز اللي في دماغنا؟ ان all carbonates insoluble in water except sodium carbonate, potassium carbonate, ammonium carbonate. وall bicarbonates soluble in water، مفهومش exception. طيب يبقى انا اول اختبار ليا هيكون بالسولابيليتي. خلي بالك في احتمال انه يكون صوديوم كربونات فيدوب، هحط ميه على الاثنين، والله لو بوث ديزولف يبقى السولابيليتي ما عرفتش تفرق لي بينهم. لو واحد داب والتاني لا يبقى اللي ما دابش ده كربونات. يبقى انا هجاوب سؤالي ازاي؟ هقول له firstly add water to the two solid salts if both soluble so maybe sodium or potassium or ammonium carbonate and the other sure it's bicarbonate. طيب وبالتالي السولابيليتي ما فرقتش، بس بعد ما حولتهم سولوشن انا اقدر افرق بطريقه ثانيه ان add to both magnesium sulfate solution. بما اني حولتهم لسولوشن هضيف على الاثنين magnesium sulfonate. فبص كده معايا، انا عندي sodium carbonate ايكويس. طب لو واحد ما دابش خلاص اللي ما دابش يبقى كربونات واللي داب يبقى بايكربونات. يبقى انا هفرق الاول بالسولابيليتي، ولازم اكتب الجمله دي، لازم المصحح يبقى فاهم ان انا فاهمه. فهكتب له الاول انه add water to both salts if both soluble so maybe sodium carbonate or potassium carbonate or ammonium carbonate and the other is bicarbonate. If one soluble and the other is not, the not one will be carbonate sure. اوكي؟ طيب لو داب لو دابه يبقى انا عندي كده sodium بايكربونات وصوديوم كربونات الاثنين اكويس. هحط على الاثنين مغنيسيوم سلفيت اكويس سولوشن ونشوف هيحصل ايه. لازم تبقى اجابتي مرتبه كده ونشوف هيحصل ايه. هنعمل مينز واكستريمز، هيديني صوديوم سلفيت اكويس بلس اهو مغنيسيوم كربونات. شباب هو المغنيسيوم كربونات بيدوب؟ لا يا مس رشا ما بيدوبش، يبقى white precipitate. هو الحقيقة هيدي cloudness كده white precipitate. طب لو bicarbonate هيديني sodium sulfate plus magnesium bicarbonate which is soluble in water. يعني في واحد هيدي precipitate والتاني مش هيدي. عشان اعمل more confirmation لشغلي ان المغنيسيوم bicarbonate برضو من ضمن الرولز ان all bicarbonate decompose by heat، المغنيسيوم بايكربونات باي هيت هتديني مغنيسيوم كربونات وسي او 2 وميه. يعني بقى في وايت بريسيبيتيت، يعني تحول بدل ما كان كلير بالتسخين بقى وايت بريسيبيتيت. يبقى انا لازم اكتب افكار كده جميله مرتبه عشان المصحح يفهم ان انا فاهمه. يبقى انا هفرق بينهم الاول بالسولابيليتي. If both soluble, so maybe the carbonate salt may be sodium or potassium or ammonium. If one of them doesn't dissolve, so sure this is carbonate. And the other is bicarbonate, since all carbonate are insoluble in water except sodium, potassium, ammonium carbonate. And all bicarbonates are soluble in water. طب after become الاذر اكسبت الاذر probability الاحتمال الثاني ان هم الاثنين soluble، يبقى after I change them into solution add to both solution solution of magnesium sulfate if white precipitate formed
So this means that it is the carbonate. If no precipitate forms, this is the bicarbonate since all bicarbonates are soluble in water. عشان اكونفيرم شغلي البايكربونات باي هيتنج بيتحول لكربونات وايت بريسيبيتيت، يعني بيعمل بريسيبيتيت افتر هيتنج. خدتوا بالكم من ترتيب الافكار؟ السؤال حلو قوي قوي وعايز طالب فاهم ومذاكر، فبجد السؤال رائع جدا، خلي بالكم من الموضوع ده. طيب النكست كويستشن بيقول رايت داون ذا ايوباك نيم فور ذا كومن نيم اوف ذا فولوينج كيميكال كومباوندز، يعني هو مديني كومن نيم وعايز الايوباك نيم. طيب هو بيقول الهالوثين، هالوثين اولا نفتكر مع بعض، الهالوثين هو anesthetic substance used nowadays instead of chloroform. الهالوثين هو مخدر او البنج اللي بنستخدمه في العمليات دلوقتي. طيب الكيميكال فورمولا بتاعه الهالوثين، او عايز الكيميكال نيم او الايوباك نيم، انا هرسمها ونتعلم مع بعض النيمنج، يبقى زي ما بيقولوا ضربنا عصفورين بحجر واحد، اتعلمت النيمنج وعرفت اسم الكيميكال كومباوند اللي عندك. اولا الهالوثين هو عباره عن 2 برومو 2 كلورو 1 تراي فلورو ايثين، يبقى البيرنت ايثين، هاجي على الكربونه رقم 2 احط برومو وكلورو كده ناقصني اتش هكملها، وعلى الكربونه رقم 1 احط فلورو، يبقى this is the formula. هو مش طالب الفورمولا، هو طالب النيم 2 برومو 2 كلورو. طبعا انت في النيمنج بتاع الايوباك بتراعي الالفابيتيكال اوردر واصغر ترقيم. ده كان الفيرست. السكند عايزين البيكريك اسيد. البيكريك اسيد هي شكله عامل ازاي؟ اهو فينول، وده بيستخدم قلنا في الاكسبلوسيفز وفي نفس الوقت في تريتمنت اوف بيرنينجز، علاج الحروق. ده هيبقى تراي نايترو فينول، تراي نايترو فينول. فهنخلي بالنا قوي من النيمينج ليه؟ عشان هو عشان توبي الايوباك سيستم، فنخلي بالنا من النيمينج كويس جدا. طيب هو بيقول لي شو باي كيميكال ايكويجن بريباريشن اوف ماروخ اويل فروم ساليسيليك اسيد. يا جماعه قلنا بدل المره 1000 الجزء بتاع الاستر والكربوكسيليك اسيد ده، الله يخليكم ركزوا عليه كويس جدا، هو محط اسئله كويس جدا وكتيره، فراجعوا الحاجات دي كويس قوي. طيب هو بيقول لي ازاي احضر الماروخ اويل فروم ساليسيليك اسيد. مبدئيا كده هو الساليسيليك اسيد عامل ازاي؟ ده رمز الساليسيليك اسيد. طيب عشان احضر منه ماروخ اويل انا بفعله مع ميثايل الكحول، عشان افعله مع الكحول يبقى الجزء الاسيد بس هو اللي هيتفاعل، الاسيد هيطلع او اتش والالكحول هيطلع اتش ويطلع لي ووتر بلس. بصوا بقى عشان نبقى فاهمين مش حافظين، انا هنزل بالبنزين رينج زي ما هي والاو اتش زي ما هي وهنا السي او زي ما هي وهركب هنا او سي اتش 3، فبقى عندي اهو منظره ده اسمه ايه؟ ميثايل ساليسيليت استر which we call it ماروخ اويل for او اويل اوف وينتر جرين for treatment of روماتيزم او البين ان جوينتس، الام المفاصل. طيب النكست كويستشن هو سؤال تشوز، كويستشن نمبر 10 سؤال تشوز، بيقول the chemical reaction below takes place in a closed container. Closed container يعني التفاعل ده reversible. خلاص closed container يعني التفاعل ده reversible. اوكي هو كاتب ان الدلتا اتش less than zero، less than zero يعني بالنيجاتيف، يعني التفاعل exothermic، يعني انا اقدر اكتب التفاعل بطريقة غير اللي هو كاتبها عشان ابقى اعرف اجاوب الاسئلة. اهو السؤال نمبر 10 SO2 gas
plus half O2 gas. الفيزيكال ستيت يا جماعة مهمة، بتشوف تأثير البريشر. SO3 gas، وكاتب الدلتا اتش بالنيجاتيف، يعني الهيت is one of the product in the forward direction، يعني exothermic. طب انا ال KP ممكن increases by A، ال KP هتزيد ازاي؟ ركزوا بقى معايا كده، هي اصلا ال KP بتساوي مين؟ ال product على ال reactant. يبقى انا عشان ال KP تزيد، يبقى therefore ال concentration of the product او ال partial pressure of the products must increase or ال concentration of reactant or ال partial pressure of the reactant must decrease، لأن ال KP بتساوي ال product divided ال reactant each raised to the power of number of molecules or ions. وبالتالي لازم ده أصغره أو أكبر ده عشان ال KP تزيد، يبقى يا ده يقل يا ده يزيد، إما طبعا الحالتين مع بعض هتبقى رائعة. طب أنا عشان أزود ال product أعمل إيه؟ لازم أمشي forward. فاكرين طريقتنا اللي قلنا عليها؟ طريقتنا الجميلة بتاعة اللي بيسموها إيه؟ الزحاليق. انت دلوقتي عشان تمشي فورورد لازم ال SO2 تزيد او ال O2 يزيد او ال SO3 as it is formed must be removed، اشيلها او ان التمبريتشر تقل. طب بالنسبة لل انا بجيب كل الفاكتور، عشان ال KP تزيد لازم ال SO2 يقل، ال SO2 يزيد وال O2 يزيد، اهو انا همشي فورورد وال SO3 removed، ما اقولش يقل، ما ينفعش هو بيقول انا عايز ازوده وانا اقول له نقل. طيب الهيت التمبريتشر تقل، نيجي للبريشر. عدد المولكيولز هنا 1.5 مولكيول، هنا 1، قلنا بنزود ونقلل من عند الرقم الكبير. انا عايز امشي فورورد، يبقى اعمل ايه في البريشر؟ increasing pressure، ازود البريشر. كل دي حاجات تساعدني، اهي كل دي حاجات هتساعدني. نبص كده بقى مع بعض على الرسمة، على الـ choices. أنا آسف، كاتب increasing concentration of reactants، ده احتمال إن أنا أزود الـ concentration بتاع الـ reactants، كان واحد من الاحتمالات. طيب increasing the container volume، ثانية واحدة بقى، أنا عشان أزود الـ volume يعني هقلل الـ pressure، وإحنا طالبين نزود الـ pressure، يبقى increasing كذا. طيب raising the temperature و lowering the temperature. عايزة اقول حاجة بقى، كويس قوي ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده، الحتة دي عايزة بقى مني شوية شرح، لان التشويسز جميلة قوي. اللي حاطط السؤال ده بجد جزاه الله خيرا عننا، سؤال رائع جدا. بصوا حبايبي، دلوقتي احنا متفقين ان ال KP هي عبارة عن ال concentration of react of product على ال concentration of reactants. اهي ثانية اكتبها لكم كويس، concentration of products كاملة اهي الكلمة، على concentration of reactants. الحق يتقال ال KP for the same reactions رقم ثابت at the same temperature، عند نفس درجة الحرارة. يعني انا عشان ازود ال KP انا بقول ان البرودكت تزيد والرياكتنت تقل، بس لازم اغير درجة الحرارة، يعني درجة الحرارة هي الأساس. بمعنى only factors affect on KP أو KC temperature في منهجنا. هو الحق يتقال فيه نقطة كمان بس مش عندنا في المنهج، اللي هي ال coefficients أو البالانس، وده مش عندنا في المنهج، اللي عندنا ال only factor المؤثر على KP temperature. وبالتالي لما هو يقول لي increase the products، لما يقول لي أزود ال products انا موافقه، بس طالما درجه الحراره ثابته زياده البرودكت مش مؤثره. ليه؟ لانه انا لما بزود انا هعمل برودكت، هكون برودكت زي ما شفته في التفاعل لما كنا راسمينه، مش احنا كنا راسمين كده SO2 gas مع half O2 gas رايح راجع SO3 gas plus heat، مش كنا كاتبين كده؟ اهي قلنا ان انا عشان ازود البرودكت همشي فورورد. طب ما عشان كده بزود الاس او 2 والهاف او 2، يعني الزياده في البرودكت مقابلها زياده في الرياكتنت. طب تكون النتيجه ايه؟ ان الكي بي هتفضل ثابته، يبقى الكي بي مش هتتغير طول ما درجه الحراره ثابته، يبقى ذا اونلي فاكتور افكت على الكي بي هو التمبريتشر. السؤال بقى، بما ان التفاعل اكزوثيرميك، يبقى
الهيت لازم يحصل لها لورنج، يبقى الإجابة المظبوطة هي لورنج ذا تمبريتشر. السؤال ده حلو قوي وذكي جدا، لازم نبقى فاهمين. اه يا ميس البرودكت هتزيد، بس في المقابل ما هي الرياكتنت هتزيد عشان امشي فورورد. طب ما هو معنى ان البرودكت زادت والرياكتنت زادت ان الكي بي فضلت ثابته طالما درجه الحراره ثابته. الفاكتور الوحيد المؤثر في الكي بي هو التمبريتشر، يبقى الاجابه هتنحصر ما بين يا لورنج يا انكريزنج التمبريتشر. طب انا شايفه لما عملت قلمي كده بطريقه الزحاليق بتاعتنا الشهيره الهيت نازله تحت، يبقى لورنج التمبريتشر سنس ذا رياكشن از اكزوثيرميك. الحقيقه السؤال اكتر من رائع وجميل جدا وانا معجبه جدا بيه، يبقى الاختيار بتاعي كان هيبقى لورنج تمبريتشر، خفض درجه الحراره او لورنج التمبريتشر هو الفاكتور اللي هيغير الكي بي، لان الكي بي ما بتتغيرش الا بتغير التمبريتشر. طيب الكويستشن نمبر 11 بيقول ايه؟ Choose the correct answer. The reaction between benzene and chlorine in the direct sunlight and the presence of catalyst produces A. لا انا عايزين بقى نركز كده معلش لو سمحتوا. هو بيقول بنزين مع كلورين طبعا في الدايركت sunlight، الجملة لسه موجودة في الشرح بتاع التفاعل، و presence of catalyst اللي هو هيكون الايرن. طيب نبص كده معايا في وجود الدايركت sunlight هيحصل ايه؟ كل الدايره اللي جوه دي اللي هي الدبل بونز هتتكسر، وهيبقى الاضافه اهي، ده addition reaction، كلورين 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 which is جامكسان او هيكسا كلورو كلورو سايكلو هيكسين. لكن ذات التفاعل لو كان في الاندايركت سان لايت او يعني في وجود كاتاليست بس كان هيبقى كلورو بنزين بلس اتش سي ال. فرق بين الاثنين تماما، ده اديشن وده سبستيتيوشن. خدوا بالكم ركزوا كده الله يخليكم. خلاص يبقى في وجود كاتاليست ودايركت سان لايت يبقى انا بعمل جامكسان، لكن في وجود كاتاليست بس ان دايركت سان لايت بيتعمل لي الكلورو بنزين، الان دايركت سان لايت اللي هو يقصد بيها الالترا فايلوت ريز. خلاص خلي بالكم من التفاعلين كويس جدا، في فرق ده اديشن وده سبستيتيوشن. طيب هو انا عندي الكويستشن نمبر 12 بيقول ايه؟ طبعا احنا كده اخترنا هيكسا كلورو سايكلو هيكسين. جيف ريزون detection of basic radical is more complicated than acidic radical. ال detection بتاع ال basic radical أصعب، ال basic اللي هم cations ليه ال detection بتاعهم أصعب؟ أول because the number of cations is large number، أوكي عدد ال cations كتير جدا. Number two some cations أو some metals have more than one valency، زي الأيرن في منه أيرن 2 أيرن 3 فده بيخلي العدد كبير برضو. Number three, في great similarity between them، تشابه كتير ما بينهم، فده بيخلي الديتكشن صعب نتيجة التشابه، فأنا ما ببقاش عارفة ده إيه ولا إيه، يعني بيدوا نفس الألوان. فالديتكشن of basic radicals أو cation is so difficult، يبقى العدد الكبير اللي هو سببه إن بعض المتالز، أصلا عدد المتالز كبير، بلس إن بعض المتالز عنده more than one valency. Number three, the similarity between دم، وده بيعمل نوع من انواع الكونفيوجن او التداخل بينهم وبين بعضهم. طيب السؤال اللي احنا متوقعينه وعارفين ان هو بيجي على تشابتر 2 وده لازم يتذاكر، انه ممكن يجيب لي قصه كده عن سولت وانا مطلوب مني اعرف مين الكاتاين ومين الانين. كونكلود ذا نيم اوف ذا فولوينج سولت اند رايت اتس كيميكال فورمولا وذاوت ايكويجنز. هو مش عايز معادلات. On adding magnesium sulfate to the salt, a white precipitate is formed on heating. احنا كنا لسه عاملينه وقايلين انا هعمل الايكويشن بس للشرح، لكن انت ما تكتبهاش في الاجابه. مش احنا لسه قايلين ان لما هيكون عندي بايكربونات واحط له magnesium sulfate هيديني sodium sulfate aqueous
ومغنيسيوم بايكربونات which is clear solution by heating convert into magnesium carbonate making white precipitate and CO2 and water. مش الكلام ده قلناه؟ يبقى انا عرفت ان الانايون بتاعي بايكربونات. Then by if the sample of this salt is put on a benzene flame a brick red color appears. لون احمر طوبي. ما بيعملش الحركة دي غير الكالسيوم. يبقى انا لو عملت exchange للفالنسي هيبقى كالسيوم باي كربونات salt. This is the formula of the salt that he's asking for. ده السولت اللي هو بيسأل عليه ودي اجابته. طيب هو بالنسبة لي ال question 14 بيقول لي choose برضو to answer A or B. واحنا اتفقنا هتعمل ايه؟ انا عمالة اكرر كل مرة وخلاص بقيت مملة فيها. بس ارجوك انت عدوك الاول في امتحان الوقت، فما تحاولش تفكر ولو لثانية انك تحل الفقرتين، هي فقرة واحدة بس اللي انت هتحلها. اوكي؟ طب هو بيقول choose to answer A or B. Show by chemical equation how to obtain sodium ethoxide from acetylene. بصوا بقى معي شويش كده. أنا عندي الأسيتيلين أهو. CH triple bond CH. أنا عايز أجيب منه sodium ethoxide. أنا قدامي الطرق الآتية بشويش بقى كده. الطريقة الأولانية إن أحط له هيدروجين في وجود هوت نيكل. فيديني ايثين. اخد الايثين احط له ميه في وجود سلفوريك اسيد في درجه حراره 110 هيديني ايثانول. اخد الايثانول واعمل له رياكشن مع ان ايه هيديني صوديوم ايثوكسيد بلس هيدروجين جاز. ادي طريقة اور. كنت ممكن اوصل للايثانال وبالريدكشن، يعني كنت ممكن احط مية في وجود اللي هي كاتاليتيك هيدريشن في وجود HgSO4 60 سلسياس H2SO4 40% هيديني فينايل الكحول. هيحصل له ري ارينجمنت هيديني ايثانال. اخد الايثانال اعمل له ريدكشن ب H2، او كنت ممكن الاول اعمل له اوكسيديشن عشان ابقى ماشيه زي الكتاب. هيديني ايثانويك اسيد. خلاص ايثانويك اسيد. اخد الايثانويك اسيد هنا اعمل له ريدكشن ب 2 هيدروجين في وجود كوبر كروميت درجه حراره 200 سلسياس هيديني ايثانول. ارجع اخد الايثانول هنا هيديني الايثانول. ارجع اخد الايثانول بقى بتاعي ده واعمل له مع الصوديوم يديني الصوديوم ايثوكسايد. يبقى دول الطريقتين اللي عندي، يا دي يا دي، الطريقتين دول اللي هيجيبوا نتيجه فيها. طيب الطلب الثاني هو السؤال اللي باللغات اهو مكتوبه اسيتايلين وفي العربي مكتوبه ايثين. يعني لو حتى ايثين احنا على الطريقه دي، ما هو بدانا اهو من الايثين. يعني هو في اللغات مكتوبه اسيتايلين وفي العربي مكتوبه ايثين. فايا كان طبعا ايثين دبل بوند اسيتايلين تريبل بوند، فيعني كده او كده انت هتشتغل على اللغات، انت طالب لغات بمعنى انك انت بتقرا سؤالك باللغات. طيب نمبر بي اهو بيقول لي شو باي كيميكال ايكويجن هاو تو اوبتين انسكتيسايد فروم اسيتايلين. ادي الاسيتايلين اهو هاخد منه ثلاثه بكاتاليتيك بوليمرايزيشن على ريد هوت نيكل تيوب هيديني بنزين رينج. هاخد البنزين رينج واحط له 3 كلورين لسه واخدينها في وجود الاف اي والسان لايت هيديني
والدايركت سان لايت هيديني الجاميكسان which is insecticide. الجاميكسان which is insecticide. يبقى انا كده جاوبت له السؤال 14 الفقرتين A and B. هنا بقى بيقول لي choose the correct answer that you pack name of the given compound. السؤال ده حلو قوي يا جماعه، ركزوا معايا كده فيه الله يخليكم. هو جايب المنظر ده. اسئله الحقيقه الموديل الثالث كمان حلوه فيها افكار. C2H5 CH3. طيب انا بالنسبه لي الاجابات كلها هو عامل السايكلوبنتين البيرنت. يبقى انا السؤال عندي بقى ارقم منين؟ من يمين وشمال. الحقيقه الترقيم براعي اصغر ترقيم وراعي الالفابيتيكال اوردر. دي اسمها ميثايل ودي اسمها ايثايل. في الالفابيتيكال اوردر A B C D E. يبقى دي الاول. يبقى انا بالنسبه لي لازم اخد دي نمبر 1 ورقم 2 3. يبقى انا بقى عندي ايه تربقة الاجابة ايه؟ 1 ايثايل 3 ميثايل سايكلو بنتين اللي هي الاجابة رقم بي في التشويسز. 1 ايثايل 3 ميثايل سايكلو بنتين. انا ليه عملت كده؟ عشان الالفابيتيكال اوردر، مراعاة للالفابيتيكال اوردر. طيب سؤال 16 بيقول examine the following compound and determine which of the functional group responsible for. اولا ايه الفانكشنال جروب اللي في الكومباوند ده؟ هنرسمه كده اهي اهي. انا بكتب كل الاحتمالات اللي قصادي. هنشوف كده مع بعض CH2 NH2. تعالوا نعلم كده بالدوائر الفانكشنال جروبس اللي عندي. دي هيدروكسيل، دي كاربوكسيل جروب، دي استر جروب، دي امينو جروب. خلاص هو بقى عايز causes effervescence when the compound react with sodium bicarbonate. احنا اتفقنا التفاعل مع البيكربونات ده اسمه الاسيديتي تيست. يبقى انا عايز الحته الاسيديك الكاربوكسيل، يبقى هي دي اللي with carbonate او bicarbonate. with bicarbonate cause effervescence. خلاص يبقى الإجابة carboxyl group. second يبقى دي الفيرست. second forms ester when reacts with acid. يبقى هي الهيدروكسيل جروب عشان شغال كأنه الكحول. يبقى الإجابة دي اللي مع ال plus acid gives ester. يبقى دي إجابة second اهي. بص كده معايا كده. يبقى انا كده جاوبت له فيرست وجاوبت له سكند في السؤال رقم 16. الاسئله فعلا حلوه وثريه وقيمه، عايزه بس تركيز عالي جدا. اوكي عايزاك بس تركز كويس جدا معايا، تبقى عارف ان الكربوكسيليك اسيد هو اللي مع البايكربونات بيعمل ايفرفيسنس، وانه الاو اتش مع الاسيد بتعمل استر. طيب write down اخر سؤال عشان الوقت. write down the chemical name of the compound that is described by the statement. يعني scientific term. aliphatic compound. aliphatic يعني مفهوش بنزين رين. that react with phenol to give bakelite. ايه اللي بيتفاعل مع الفينول يدي البكالايت؟ الفورمالدهايد. يبقى first هو بيقول write down the chemical name فورمالدهايد، او الاسم التاني بتاعه ميثانال اللي هو بيتكتب ازاي؟ H C double bond O H. second عشان ده هيبقى اخر سؤال هنحله مع بعض. an organic acid protect against اللي هو السكرب اللي هو مرض الاسقربوط scorbut disease او scurvy. ايه الاورجانيك اسيد اللي بيحمي من الاسكورفي او الاسكاربت ديزيز؟ عندنا هو اسمه اسكوربيك اسيد. اسكوربيك اسيد والفورميلا بتاعته مش علينا، هو عشان كده طالب الراجل النيم. الاسكوربيك اسيد هو اللي بيحمينا من الاسكاربت ديزيز
وطبعا ده بيبقى عن طريق ان من اعراض المرض ده اللي هو bleeding in the gum، نزيف في اللثه، و pain in joints. يا رب يشفي كل المرضى في جميع انحاء العالم يا رب. يعني اعتقد انه الاسئله بتاعت الموديل الثالث اسئله عايزه طالب مركز كويس جدا ومذاكر كويس جدا، وهو ده المطلوب يا جماعه. وبنجمع، وانا عايزاكم تتابعونا في الحلقات الجايه، لانه ان شاء الله احنا معاكم برضو بنكمل بقيه موديلز الوزاره، وان شاء الله هنحاول نجيب لكم امتحان السودان نحله مع بعض هنا. يعني كل دي افكار اسئله حلوه هتخلي ابني او بنتي وهو بيراجع يبقى مركز، شايف الاشكال الاسئله، خصوصا ان سيستم البوكلت جديد علينا، او يعني انتوا تاني سنه في نظام البوكلت فتبقوا متدربين كويس عليه. وطبعا نصيحه، حل امتحانات سنين سابقه كتير، وابعتوا لنا بالاسئله اللي انتوا عايزين حلها، وان شاء الله باذن الله يعني احنا انا او زمايلي او كل فريق العمل احنا تحت امركم، وبنجاوب على كل اسئلتكم، وبنتمنى التوفيق والتفوق لكل ولادنا في جميع انحاء الجمهورية. ويا رب ان شاء الله تكون سنة سعيدة وناجحة على كل ولادنا. طبعا احنا دخلنا في الوقت المراجعة، فتركيز شوية اكتر، حل اسئلة اكتر، الحتت اللي الاقي عندي ديفكت فيها اراجعها كويس جدا من كتاب المدرسة اللي احنا كلنا ملتزمين بيه. ان شاء الله باذن الله هنستناكم في الحلقات القادمه عشان نكمل مع بعض موديل 3، ونحل ان شاء الله يعني هنحاول نجيب لكم امتحان السودان. I'll wait for you for the next session. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.